سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الجامعة العربية الأمريكية نظمت احتفالات بيوم البيئة العالمي في حرم الجامعة العربية الأمريكية برام الله يوم أمس الثلاثاء. سنتحدث بمزيد من التفاصيل كيف تم إحياء هذا اليوم، أهمية التغير المناخي، أهمية الحفاظ على البيئة. في شغلات خطيرة جدا ممكن إذا سمعناها ننتبه أكثر لموضوع البيئة والتغير المناخي. أكيد هذه التفاصيل وأكثر سيضيفها لنا ضيفي في الاستوديو اليوم الدكتور إياد يعقوب، المدير التنفيذي لمركز التغير المناخي في الجامعة العربية الأمريكية. أهلا بك دكتور. أهلا فيك وأسعد الله صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. لكن قبل البدء بالحوار دعنا نتابع هذا التقرير سويا ونعود لبدء الحوار لنتابع. تجسيدا لاستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة أساسا للحد من الآثار السلبية على الطبيعة، احتضنت الجامعة العربية الأمريكية في رام الله احتفالية يوم البيئة العالمي تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة. الجامعة العربية الأمريكية دائما لها رسالة خدمة الوطن في كافة النواحي، ومن هذا المنطلق أنشأت عدة مراكز في الجامعة لخدمة الوطن، من ضمنها مركز البيئة وتغير المناخي. رسالة الحدث اليوم إن بدنا نسلط الضوء على الاهتمام بالبيئة، لأن كتير من في الشارع الفلسطيني بيغيب هذا الإشي عن المواطن. الاستخدام الأمثل للمساحات الزراعية واتخاذ القرارات متعددة الأهداف والمتغيرات في إدارة الموارد المائية والأراضي الزراعية من النماذج التي لا بد من تفعيلها للاستخدام المستدام للتربة من أجل التمتع بواقع بيئي وزراعي أفضل. يعني شبكة المنظمات الأهلية البيئية وجمعية الهيدروجين فلسطين هم شركاء في هذا النشاط. الهدف من هذه الورشة بشكل عام هو زيادة الوعي البيئي وتسليط الأضواء على ممارسات الاحتلال والممارسات الأخرى في تدهور البيئة. من بين الأهداف الأساسية التي تسعى سلطة جودة البيئة إلى تحقيقها هي رفع مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي وإشراك الشباب وتمجهم في هذا الإطار لما لهم من تأثير قوي وفعال داخل مجتمعاتهم. هلأ الشباب هم الشريحة الأكبر بالمجتمع الفلسطيني وإحنا بنفتخر فيه، وضروري جدا إنه إحنا نتعاون معهم، لأنه الشباب لما بيقتنعوا بالمشاكل البيئية وحلولها، وتحديدا إنه الشباب الفلسطيني يعني شباب مبدع وعنده أفكار وعنده حلول يمكن تطبيقها. مركز التميز للتغير المناخي هو أحد مراكز الجامعة الذي يعنى بالجانب البيئي، وتمركزت كل فعاليات اليوم البيئي بهذا المكان الذي يضم حديقة السنديان المخصصة لزراعة النباتات الفلسطينية المهددة بالانقراض. إنشاء هذا المركز هو دراسة ووضع صانعي القرار في التحديات التي تواجه البيئة الفلسطينية والمواطن الفلسطيني، لا سيما أن فلسطين تتأثر في موضوع التغير المناخي، ويجب أن تكون هناك تحركات سواء على المستوى الأكاديمي أو العلمي أو الحكومي لدعم النشاطات التي تعمل على تخفيف الآثار البيئية الناجمة عن التغير المناخي. بحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، فإن الحماية والعناية بالبيئة تخلق ملايين الوظائف الجديدة والتي ستساعد في الحد من الفقر وخلق ما يقرب من 24 مليون وظيفة جديدة حول العالم بحلول عام 2030. طيب أهلا بكم من جديد. من جديد برحب فيك دكتور إياد، ودعني أقول لك إحنا عندنا بعرف شو تقصير أو قلة وعي أو يعني نقص معلومات في موضوع البيئة مجتمعيا، يعني الناس عندها ما عندها الوعي الكافي بما معنى التغير المناخي مثلا، شو المخاطر البيئية اللي جاي علينا. كانت لفتة جدا مهمة بأنه استغلت الجامعة العربية الأمريكية يوم البيئة العالمي بأنها عملت هذا النشاط لتلفت الأنظار الجميع إلى
شو اللي بيصير في البيئة عالميا. فهذا مهم جدا. وخليني أبلش من عندك قبل ما نحكي عن النشاط اللي صار. لما نحكي تغير مناخي, شو يعني تغير مناخي؟ خلينا نفسر للناس لأن هذا المفهوم مش كتير واضح عند الناس. سيدتي العزيزة, الموضوع التغير المناخي بدأ في عام 1970 عندما حدث أول اجتماع في ستوكهولم بخصوص البيئة. وهناك كان المؤشر الأول, لأن هناك كانت فترة الثورة الصناعية والصناعات. صحيح. وبالتالي بدأ العالم يشعر أن الملوثات تزداد, وبدأت الاهتمام أن يجب علينا أن نعمل شيء قبل أن نصل لمرحلة الكارثة التي نعيشها حاليا. وفي ذلك الوقت تم إطلاق مسمى لا نملك سوى أرض واحدة. تم إطلاق هذا المصطلح في عام 1972. صحيح. ونحن بعد 50 عام تعود الأمم المتحدة لتحمل نفس المسمى, إننا لا نملك سوى أرض واحدة. هذه الأرض التي نقوم بتدميرها بأيدينا, نقوم بتدمير المستقبل للأجيال القادمة. ومن يقوم بذلك هي الدول الصناعية, الدول الصناعية والملوثات التي تنجم عنها. الآن الغلاف الجوي يحمل 50% زيادة في مستوى ثاني أكسيد الكربون عن ما قبل عام 1970. يعني في تاريخ البشرية والكون لم يكن هناك في تجمع للكربون في الغلاف الجوي مثل ما نعيش الآن. وهذا نتيجة الانبعاثات الكيماوية. أعطيك رقم 6 ريم. العالم يصرف حاليا كل دقيقة 11 مليون دولار على صناعة الوقود الأحفوري, وهو السبب الرئيسي في الانبعاثات. 11 مليون دولار كل دقيقة لهذه الصناعة. ليش؟ لأنه ينتج الطاقة للدول الصناعية. وبالتالي الآن وصلنا لمرحلة الحرجة, بدأنا نشعر بهذه الكوارث والعنف البيئي الذي نعانيه جميعا. صحيح. يأتي أحد يقول لك نحن في فلسطين ماذا يعنينا في هذا الموضوع؟ لماذا نهتم بموضوع التغير المناخي؟ أو العالم الثالث بشكل عام. العالم الثالث لدينا الكثير من المشاكل والاحتلال وما إلى ذلك من مشاكل تهدد بيئتنا. نعم صحيح, إن قدر الشعب الفلسطيني أن نعيش ضمن هذه الظروف, ولكننا لا يجب أن نغفل عن مستقبل أبنائنا, عن مستقبل بيئتنا. لأن الأرض يجب أن نحافظ عليها للأجيال القادمة. نحن متأثرين بموضوع التغير المناخي, ولسنا نحن سبب في التغير المناخي. وبناء عليه يجب علينا أن نعمل جميعا يدا بيد من المستوى الرسمي إلى الأكاديمي إلى الأهلي إلى الشعبي, لنستطيع أن نوفر الظروف الملائمة لكي نستطيع أن نعيش في هذه البيئة الفلسطينية, ولا يضطر أهلنا في وقت من الأوقات إلى الرحيل. لأنه يتوقع معظم أفريقيا قريبا 6 ريم, إذا بقي الوضع على ما هو عليه, معظم الشعب في أفريقيا سيرحل من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى, وهنا سيهدد الأمن العالمي طبعاً. بسبب الهجرة الموجودة طبعاً. من هنا تأتي مسألة لماذا جاءت الجامعة العربية الأمريكية بموضوع المركز التغير المناخي وتسليط الضوء على الكارثة المناخية التي يعيشها العالم ومن ضمنها الشعب الفلسطيني. نعم, يعني بصراحة هذا الاهتمام مهم جدا, كمان زي ما قلت لك ينبع من أنه ما فيش شيء كمان وعي كافي لدى الناس, وفيش حد جهات تشتغل بشكل مكثف وأكبر على هذا الموضوع. شفنا بينكم وبين سلطة البيئة شراكة, يعني خليني أسميها, وكان في امبارح حضور في هذا النشاط, في تطوير للتعاون بينكم وبينهم للنظرة إلى الواقع البيئي الفلسطيني والمتغيرات المناخية, في شغل مشترك حول هذا الموضوع. ست ريم كما تعلمين شعار الجامعة العربية الأمريكية هي جامعة الكل الفلسطيني. ومنذ إنشاء مركز التغير المناخي, وكانت الفكرة من إدارة الجامعة يجب أن ننشئ هذا المركز, كان التوجيهات والتعليمات من إدارة الجامعة أن يكون إدارة المركز ليس أكاديمية بحتة. نحن جئنا لخدمة المجتمع, لتقديم المسؤولية المجتمعية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني. وبالتالي قمنا بتأسيس إدارة مركز التغير المناخي من كافة المؤسسات الحكومية. أعطيك مثال: سلطة جودة البيئة, سلطة المياه, سلطة الطاقة, الأرصاد الجوية, وزارة الزراعة. وبالتالي كافة المؤسسات المعنية في المناخ هم
أعضاء مجلس إدارة لكي نستطيع أن نربط بين الأكاديمي والبحثي والعلمي مع احتياجات السياسات الوطنية على المستوى الوطني. وفي مساقات أكاديمية صارت أكثر في الجامعة. نعم، أدخلنا الآن مساقات في موضوع التغير المناخي، ونحاول الآن أن ننشئ دبلوم في موضوع التغير المناخي للطلبة الأقل من بكالوريوس لنرفد السوق الفلسطيني، حيث لاحظنا من خلال دراساتنا لا يوجد لدينا مختصين فنيين في موضوع التغير المناخي. صح، هذه مشكلة نعانيها. صحيح. طيب، هذا مهم جدا، بالإضافة لأنه في كمان مباني ومراكز ومشاريع مختصة بالبيئة. شو اللي بتطمحوا إله يعني دكتور، وشو الممكن لرفع مستوى فلسطين بيئيا؟ يعني خلينا نحكي ربما في مساهمات في وضع حلول، يعني ساهمتوا في وضع حلول لمشاكل التغير المناخي. بدأنا بإنشاء البنية التحتية اللازمة لموضوع التغير المناخي. كما تعلمون أهم شيء في موضوع التغير المناخي هو الأمن الغذائي. الأمن الغذائي مهدد على مستوى العالم وعلى المستوى الوطني، ونحن خاصة الآن يعني بعد الحرب، إذا مجرد حرب في أوكرانيا سببت كل هذه المشكلة البيئية، فما بالك إذا في حرب كونية سببها المناخ، تخوضها البشرية ضد هذا التغيرات الموجودة. فبدأنا ننشئ البنية التحتية، وأهم شيء يوجد للطريق الآمن لمحاولة التخفيف من الأثار البيئية، يوجد طريق يتكون من ثلاث مسارات ستري. المسار الأول التعليمي، والتكنولوجي، والأمن الغذائي. نحن في الجامعة الأمريكية كأكاديميين نركز على الموضوع التعليمي والتكنولوجي، وبالتالي مركز التغير المناخي المسمى مركز التغير المناخي وتكنولوجيا البيئة هذا المسمى، ونريد أن نوطن التكنولوجيا في فلسطين لتحاكي الواقع الفلسطيني، ونستطيع أن نحل المشاكل التي تعاني منها فلسطين. كما تعلمين الظروف الجوية والزراعية والمياه وما إلى ذلك تختلف من مكان إلى آخر. فنحن نحتاج أن نوطن هذه التكنولوجيا لنساعد المزارعين والمؤسسات الحكومية قدر المستطاع. ومن هذا المنطلق قمنا بإنشاء ما يسمى البيت الزجاجي الذكي الزراعي. البيت الزجاجي كما شاهدتوه في التقرير هو عبارة عن بيت زجاجي يتم التحكم في كافة الظروف المناخية والجوية في داخل البيت، من ناحية درجة الحرارة، الرطوبة، التربية وما إلى ذلك. نستطيع أن ندرس ما هي وضع المزروعات، وما هي أفضل المزروعات التي يمكن أن تكون في فلسطين في ظل الظروف الجوية القائمة، لكي نستطيع أن نرشد المزارعين ونستطيع أن نقدم المشروع. هذا نوع من الحلول كمان. نوع من الحلول. لأن توطين أهم شيء في حل موضوع تغير المناخ هي توطين التكنولوجيا. توطين التكنولوجيا. صحيح. هذا الجانب الأول في موضوع الزراعة. قمنا بإنشاء محطة أرصاد جوية، وهي محطة تقوم وتعمل على المجسات، على السنسورز. وين موجودة؟ في جنين. في جنين تستطيع هذه المحطة أن تعطينا كل ساعة عن حالة الطقس والجو والرطوبة، وسنضيف إليها سنسورز إضافية للمزارعين. ما هي الأمراض الزراعية الموجودة في المنطقة؟ رائع. متى يقوم بالزراعة، الرطوبة، الموجات، وبالتالي كله سيكون عن طريق التكنولوجيا. وقبل فترة قمنا بتركيب جهاز للتلوث الهوائي، وكنت عارفين أن تغير المناخ هو تلوث هوائي. وأود يعني هي جامعتي، ولكن أود أن أشكر إدارة الجامعة إنها قامت بتوفير تمويل ذاتي من داخل الجامعة لتركيب أجهزة تلوث هوائي على مستوى الوطن. وبالتالي سيكون لدينا مركز معلومات للتلوث الهوائي في كافة المدن الفلسطينية. مصدر راح تكون مصدر للمعلومات لكي نراقب مستوى التلوث في داخل المدن. جميل. هذه الإنجازات كلها اللي تحدثت عنها دكتور أكيد بتواجهكم فيها تحديات، يعني من خلال أيضا عملك كمركز تغيير المناخ في الجامعة ومن خلال هذه المشاريع، شو هي أبرز التحديات اللي بتواجهوها فلسطينيا وكيف ممكن مواجهتها؟ التحديات التي نواجهها حقيقة هي نفس التحديات التي تواجه العالم جميعه. أنت أشرت إلى نقطة جوهرية. لحتى هذه اللحظة الوعي على المستوى الرسمي، على المستوى الأعلى. صحيح. في موضوع التغير المناخي. صحيح. لا يوجد. صحيح. وهذا يتعاني من الأمم المتحدة وكل مشاريعها، كيف تقنع صانع القرار أن يلتفت إلى ما هو كارثي على البشرية. صحيح. وبالتالي مثل ما تفضلت، الناس يعتقدون أن التغير المناخي هي درجة الحرارة، لكن لم يلتفتوا أن العام الفائت انضرب موسم الزيتون لدينا بسبب موجة حرارة واحدة عند انعقاد حبة الزيتون، أجد موجة حرارة عالية فانضرب الموسم كامل. مزبوط. وهذا العام امتد الشتاء
طويلا فضرب موسم العنب لدينا، السنة رح نعاني من العنب، رح نعاني. وبالتالي هذه الموجات وهذه التراكمية درجة حرارة واحدة قادرة على أنها تغير، إنها على تضيع الموسم. صحيح. وخصوصا أن نحن 80% من موادنا الغذائية نستوردها من الخارج وليس من صنع فلسطيني. نعم، هذا كله مهم حقيقة. سعدنا بلقائك اليوم، ويعني هذا النشاط اللي كنا بارح فيه كان رائع، وأكيد رح يكون في لكم مزيد يمكن من النشاطات الأخرى تسليط الضوء عليها. تشكروا على هذا الأمر في جامعة العربية الأمريكية، وشكرا لحضورك اليوم الدكتور إياد يعقوب، المدير التنفيذي لمركز التغير المناخي في الجامعة العربية الأمريكية. شكرا لإدارة وطن، وشكرا لإكستريم على متابعتكم واهتمامكم بموضوع التغير المناخي. أكيد، شكرا لك. شكرا.